المزيد حول لقاء كارتر بين نتنياهو مع مراسلنا في القدس بشار صغير. في المحطة الأولى لجولته قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن الاتفاق النووي المبرم مع طهران لن يوقف بلاده من اتخاذ أي خطوات عسكرية ضد طهران حال تشكيلها تهديدا لحلفاء الولايات المتحدة. كارتر جدد التأكيد خلال لقائه بنظيره موشي يعلون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة. محللون أشاروا إلى أن تكليف شخصية عسكرية بالجولة ما هي إلا خطوة أمريكية لطمأنة إسرائيل واحتواء أي اعتراض منها على الاتفاق الذي سعت الولايات المتحدة جاهدة لإتمامه.